مرحبا بكم. إذا كنت تعتقد أن جيرانك مزعجون أحيانا فسوف تغير رأيك بعد مشاهدة هذه الحلقة. مشاهدة ممتعة. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ أغلق الطريق بسيارته فقرر جيرانه معاقبته. لم تعد هذه السيارة صالحة للاستخدام. يبدو أن الجارين يخوضان معركة طاحنة أثناء تنظيف حديقة المنزل. هذه السيدة أيضا نسيت أمر كاميرا المراقبة. أراد حل خلاف مع جاره بهذه الطريقة، لكنه نسي أن الكاميرا موجودة. أحدث الرجل وزوجته الكثير من الفوضى في هذا الحي، فاضطر الجيران للاتصال بالشرطة. And I got you on video that you're destroying my car. Thank you. Get the f out of this neighborhood. تركت المطرقة الكثيرة من الآثار على السيارة، لكنها ستنال عقابها. I'm calling. Don't worry. You could have told us. Hi, I'm at 10408 Lade Avenue. Because my neighbor has two hammers in her goddamn hand and she's assaulting the car. She's destroying property. Let them know that. And I have her on video. لسبب ما قررت السيدة تدمير سياج حديقة منزل الجيران. ربما يريدون التبرع بتلك الملابس. Michelle, who is these people shooting the shit off? Well, I think it's time to shut the fucking shit off. لا أحد يرغب بسماع انفجارات الألعاب النارية عند منتصف الليل. تخيل أن هذه العجوز المزعجة هي جارتك.
هل أرسل أحدهم الطفلة عمدا لترك توقيعها على السيارة؟ لا نعتقد أن تلك العصا ستساعدها في اقتحام المنزل. من المؤسف أن جاره لا يجيد القيادة. لا يرغب الجيران برؤية طائرة درون تحلق في الأرجاء. إنها تتجسس على جارتها طيلة اليوم. لن يركن أحد سيارته أمام مدخل هذا المنزل بعد اليوم. من الجيد أنهما يصوران ذلك الاعتداء. تريد أن تستعرض بدلتها التنكرية. لن تفتح الباب عند رؤية هذا المشهد. ابتكر هذا الشاب نظاما صوتيا مخصصا لإزعاج الجيران إذا قاموا بإزعاجه. ستقوم بتعويض تلك الأضرار حين تعرف أن أحدهم قام بتصويرها. هذه السيدة المزعجة تريد التحقق من أن جارها يملك المنزل. عليه تركيب زجاج مضاد للكسر. أرادت إزعاج الجار العلوي فنالت ما تستحقه. صوت المنبه لدى الجار مرتفع جدا، ولذلك قرر معاقبته بهذه الطريقة المبتكرة.
حول رجل يبلغ من العمر 50 عاما محيط منزله إلى حظيرة خردة. وصل ارتفاع أكوام الخردة إلى 2.5 متر. تحمل الجيران ذلك كثيرا، وفي النهاية تم تبليغ السلطات للتخلص من هذه الفوضى. So you mad because we cleaned off your sidewalk? Don't trespass that line. I don't need anything. I can't. We're helping you. We're like, you mad because we cleaned off your sidewalk? Mess around with this one. You don't have to go. We cleaned off your sidewalk. It's public sidewalk. We cleaned it off. ربما يريد العجوز رؤية الناس وهم يتعثرون بسبب الثلوج. She gonna put the snow back on the sidewalk, y'all. All right, we won't do your sidewalk no more. I'm gonna do it. We thought we was helping you, but we ain't gotta do it. It's not even your sidewalk. It's public. It's public. I don't know what your problem is. We haven't done anything to you. We've done nothing to you. Shut up. I'm recording this just so you know. من الواضح أن الفتاة تعاني من مشاكل نفسية. What your problem is, we haven't done anything to you. We've done nothing to you. Shut up. Don't try to lie. My is good. You understand? Don't go against me. I tell you, begin on your bloody knees. You get on your bloody knees. Excuse me, do not hit my car. العيش بجانب هذا المنزل خطير جدا، لا أحد يعرف ما قد يسقط من النافذة. شب شجار لدى الجيران فقرر رشهم ببعض الماء، ربما يجعلهم ذلك هادئين. وهنا يخوض الجاران معركة مائية. جلب الجيران مقدم عروض كوميدية. لكن من الواضح أن إحداهن غير معجبة بالعرض. لديها طريقتها في الرد على الانزعاج الذي يسببه الجيران في الأعلى. هذا كل ما لدينا لليوم، نراكم في حلقة أخرى. دمتم في أمان الله. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.